السلام عليكم ورحمة الله. نتابع حديثنا عن شروح الخريطة بتناول عنصر آخر لا يخلو من أهمية، ويتعلق الأمر بمقياس الخريطة. مقياس الخريطة يسمح بتحديد أبعاد المجال الممثل، عادة ما نستعمل مقياسا بيانيا في الخرائط الموضوعاتية. لماذا؟ لأن هذا المقياس البياني عوضا عن المقياس العددي يسمح بالتقدير السريع للمسافات. لاحظوا، أرى هذه القطعة وطولها، وبها أستطيع بعيني أن أحدد المسافة مثلا في هذه الوحدة الإدارية، فأقول بأن هناك 8 كيلومترات أو أكثر من 8 كيلومترات بين الجانب الأيمن والجانب الشرقي والجانب الغربي من هذه الوحدة الإدارية، وهكذا يعني بشكل سريع. ثم هناك أيضا سبب آخر، وهو أن هذا المقياس البياني كما تعلمون لا يتأثر بتغيير قياسات الخريطة، فسواء قمت بتكبير أو تصغير هذه الخريطة فإنه هو الآخر باعتباره صورة، فإنه يكبر أو يصغر مع حاملته أي مع الخريطة، وهذا ما لا يتوفر في المقياس العددي. إذن مقياس الخريطة وعادة كما ذكرت لكم يكون عبارة عن مقياس بياني. ثم هناك عنصر آخر مهم جدا، وهو المصدر، مصدر المعلومات. هنا بالنسبة لهذه الخريطة مصدر معلوماتها هو الإحصاء، خاصة المعلومات المعطيات الموضوعاتية، هو الإحصاء العام للسكان والسكنة سنة 2004، والإحصاء العام أيضا سنة 2014. المصدر ضروري للتحقق من أصل المعلومة أولا، وعندما أتحقق من أصل المعلومة من أين استقيتها؟ هل من نشرة رسمية أم من صحيفة أو ما شابه ذلك؟ فإنها تحدد لي مصداقيتها، وتحدد لي أيضا مدى صلاحية هذا المعطى الذي استعملته. إلى جانب المصدر هناك مجموعة من العناصر الأخرى، وهذه المرة قد تكون مكملة، قد يكون لها دور رئيسي في خرائط ولكن دورها غير رئيسي، هو مكمل في كثير من الخرائط الأخرى. إطار الخريطة، الإطار الذي أحدد به حيز الخريطة. إطار الخريطة دوره زيادة تركيز الانتباه، يساهم في جودة عرض الخريطة خاصة إذا كانت مع نص، فإنه يحدد مجالها ومجال النص أو ما يوجد إلى جانبها في نفس أو على نفس الورق. هناك أيضا اتجاه الخريطة، اتجاه الخريطة دوره ما هو؟ هو مفيد عندما يكون مقياس الخريطة كبيرا، عندما تكون لدينا منطقة نمثل على الخريطة منطقة صغيرة، وهذه المنطقة الصغيرة لا يعرفها الكل، على الأقل نضبط اتجاهها. أو عندما تكون المنطقة كما ترون غير معروفة، لكن عندما تكون لدينا منطقة معروفة خاصة بمقياس صغير فإن هذا
لا يستدعي أن نضع اتجاه الخريطة، مثلا خريطة لقارة من القارات. هناك تنبيه، وهو أن شكل الاتجاه ينبغي أن يكون بسيطا وأن لا نضع أشكالا معقدة. شيء آخر وهو إحداثيات الخريطة. هذه الإحداثيات غير ضرورية في جميع الخرائط، ولكنها يصبح لها شأن فيما يخص الخرائط الصغيرة المقياس، على الأقل لمعرفة خطوط الطول وخطوط العرض الكبرى التي تخترق المنطقة، وفي خرائط التوطين، وأيضا عندما يكون المجال الممثل غير معروف، أيضا في خرائط التهيئة، فالإحداثيات لها دور مهم. إلى جانب هذه العناصر الخمسة، وأضيف لهم العنصرين السابقين، هي سبعة عناصر. هناك عنصر آخر له أهميته الخاصة، يتعلق الأمر هذه المرة بأسماء المواقع. تصوروا أنني أعطيتكم هذه الخريطة بدون أسماء مواقع، ثم بدأت أتحدث لكم وأذكر المواقع، فأول شيء ستقومون به هو البحث عن هذه المواقع في الخريطة، وستفاجئون بعدم وجودها. صحيح أن بعضكم يعرف هذه المواقع، ولكن في غالب الأحيان نجد أن جمهور القراء لا يعرف كله هذه المواقع، وبالتالي تصبح لدي الخريطة صماء. إذن أنا في حاجة إلى وضعها، لأنها أيضا من عناصر التوطين. أسماء المواقع هي إحدى شروحات التوطين التي تعرف بالمنطقة المدروسة. إذا كانت لدينا سلسلة من الخرائط الموضوعاتية الخاصة بمنطقة معينة، وكان مقياسها صغيرا، فإننا في هذه الحالة نكتفي بتدوين الأسماء في خريطة التوطين الأولى دون تكرارها في باقي الخرائط. على الأقل يكون للمستعمل مرجعية، وهي الخريطة الأولى يعود إليها باستمرار لمعرفة أسماء هذه المواقع. وهذه الحالة كما ورد لا ننسى، إذا كان مقياس الخريطة صغيرا وقد لا يتحمل أيضا عبء إضافة أسماء إلى ما فيه من رموز تثقله وتثقل الخريطة. إذا يبقى لدينا عنصر تاسع، وهذه المرة يتعلق بالخريطة الركنية. هذه الخريطة الركنية أو ما يسمى بالخريطة لو كارتون هي خريطة صغيرة الحجم، عادة تضاف إلى الخريطة الرئيسية على نفس الورقة، ولكن بالطبع من مقياس مختلف. ما هي أدوار هذه الخريطة الركنية؟ أول دور لها، لاحظوا هنا لدينا هذه الوحدة وأشكال استعمال الأرض بها، هذه وحدة عين شق. دور الخريطة الركنية هنا هو التعريف بالمنطقة، توطين المجال المدروس. هذا المجال يقع هنا ضمن الدار البيضاء الكبرى. هناك دور آخر للخريطة الركنية نلمسه في هذا المثال، لاحظوا هنا مجموعة من الدوائر التي تمثل عدد السكان، وهذا بحكم أن عدد السكان هنا كبير، فالدوائر كبيرة وأصبح بينها تراكم إلى حد أنها غطت على ما يوجد خلفها، أي على حدود الوحدات الإدارية. ولذلك نحن ملزمون بمحاولة إعادة رسم
هذه الوحدات بمقياس كبير، ولكن بشرط أن نحافظ على نفس الحجم الخاص بالدوائر. وهنا ستلاحظون بأن حدود الوحدات الإدارية أصبحت أكثر وضوحا مما هو عليه هنا. إذن قد تعرض الخريطة جزءا من المجال بمقياس أكبر لإعادة تمثيل المعطيات الموجودة به بشكل أكثر وضوح. الدور الثالث، إذا الدور الأول هو التوطين، الدور الثاني هو توخي الوضوح، الدور الثالث نجده هنا. لاحظوا عين الشق هنا في خريطة الكثافة السكانية العامة للدار البيضاء الكبرى، فهي كلها قد أخذت لونا واحدا، ولكن هنا هذا اللون الواحد لا يعني بأن الكثافة متساوية في كل مناطق في كل أحياء عين الشق. ولذلك هنا هذه الخريطة جاءت للتفصيل وإبراز أين بالفعل توجد الكثافات الأكبر وأين توجد الكثافات الأقل. وبالتالي فالدور هنا هو إدراج مزيد من التفاصيل المرتبطة بظاهرة جغرافية معينة. نفس الشيء سنجده في هذا المثال الآخر، التقطيع الإداري لجهة مراكش تنسيفة الحوز سابقا، هنا مراكش، وبالطبع لكي نبين الوحدات الإدارية في مراكش استعملنا هذه الخريطة لإدراج تفاصيل أكبر عن هذا المجال الممثل هنا. إذا بهذا الدرس أعتقد الخفيف نكون قد أنهينا الحديث عن مكونات الخريطة، ولعلكم أدركتم أن التعبير البياني أو السيميولوجيا قد رافقت كل واحد من هذه المكونات. صحيح المكونات سواء هيكل الخريطة أو موضوع الخريطة أو شروح الخريطة، صحيح أن لكل من هذه المكونات مميزاته، ولكنها في الأخير ترتبط فيما بينها من أجل إعطاء خريطة صحيحة على مستوى التوافق بين أنواع المعطيات الممثلة والمتغيرات البصرية المستعملة في تمثيلها، وأيضا على مستوى سهولة الإدراك البصري للقارئ للمعلومة التي تتضمنها الخريطة وإعطاء المعلومة الصحيحة. طبعا لازال لموضوعنا امتدادات خلال الفصول المتبقية إن شاء الله، وهي فرصة لنرسخ ما تلقيناه من معلومات ولنوظفها في أعمالنا الخرائطية. أعانكم الله وإلى اللقاء.